السلام عليكم. إذا سألت أحدا من أهل الجنوب عن حقيقة ما يجري سيصمت من شدة قهره على حاله وحال عائلته، لينطق لسان حاله قائلا: إلى متى تدمي الجراح قلوبنا؟ وإلى متى تتقرح الأكباد؟ نصحو على عزف الرصاص كأننا زرع وغارات العدو حصاد، ونبيت بجلدنا الشتاء بصوته جلدا فما يخشي العيون رقاد. يتسامر الأعداء فوق جنوبنا ونصيبنا التشريد والإبعاد. هذا حال أبناء الجنوب وأرضهم، حال الظلام وفوق السواد سواد. حلقة جديدة من بانوراما الحدث، أهلا بكم. الوضع الإنساني والميداني في الجنوب الليبي يتوجه وفق مراقبين إلى الأسوأ، فالاشتباكات التي اندلعت في الأسبوعين الماضيين خلفت أعدادا من الجرحى، وبالنظر إلى المنظومة الصحية شبه المنتهية في الجنوب فإن حياة عدد كبير من هؤلاء الجرحى ستكون مهددة. وبالعودة إلى الوضع الأمني، ذكرت مصادر عدة وصول تعزيزات عسكرية للعصابات الأجنبية التي قيل إنها تنتمي للمعارضة التشادية، الأمر الذي سيهدد باستمرار الاشتباكات. وبالغياب والصمت الحكومي القديم الجديد، فإن الأمر يتوجه وفق مراقبين إلى نهاية كارثية. بعض من أهالي الجنوب اشتكى تقصير الجهات المعنية بالدفاع عن الأمن القومي من الحكومتين المؤقتة والوفاق، وأن عمليات صد الهجومات من تلك العصابات المتقدمة لا تزال محض عمليات شعبية من أهالي الجنوب، وأن تلك العصابات إذا ما تمكنت من هذا الجزء الذي لا يتجزأ من ليبيا فإنها لن تتوقف عنده، بل ستستمر في التقدم إلى باقي أرجاء الوطن. هنا في الاستوديو معنا السيد عبد القادر حويلي، عضو المجلس الاعلى للدوله وعبر الاقمار الصناعيه من طرابلس، السيد سالم بوخزام رئيس اللجنه الوطنيه العموميه الثانيه، وعبر الهاتف معنا عميد بلديه الشرقيه السيد محمد العربي. ابدا معك حواري سيد العربي، يعني ضعنا في تفاصيل ما يحدث في الجنوب الليبي، من الذي يدعم بلدي الشرقية الآن في الجنوب؟ بسم الله، مساء الخير. في البداية نرحب بضيوفك الكرام ونرحب بمتابعينكم، ونشكركم على هذه التغطية القائمين بها على ما يحدث في الجنوب الليبي. طبعا بخصوص الدعم، احنا للأسف والله الدولة الليبية غايبة تماما عن الدعم للجنوب وما يحدث في الجنوب. لهذه اللحظة لم يتواصل معنا أي جهة من الدولة الحكومية سواء الشرق أو الغرب، لا يوجد دعم، لا يوجد دعم بجميع ما، أي نوع من الدعم لا يوجد. تنادت المؤسسة الوطنية النفط، طبعا اليوم قمنا باستلام سيارة إسعاف وبعض التجهيزات الطبية، ونتقدم بالشكر لهم. موضوع المؤسسة هذا طبعا عبارة عن تنمية مستدامة لحوض مرزق بادي من شهر 1/2018، ومن ضغط من احنا على المؤسسه بان تسلم لنا الحاجات هذه في الظروف هذه، وبارك الله فيهم استجابوا وسلموا لنا اليوم استلمناهم يعني. نعم. ونشكر طبعا مكتب مراقبه الخدمات الصحيه مرزق، حتى هو قام بالاستجابه ودعم مجهودات بسيطه كلها. طيب، من الناحيه الميدانيه على ارض الواقع السيد العربي، يعني لو تضعنا في التفاصيل الناحيه الميدانيه كذلك الانسانيه هناك. بالنسبة للناحية الميدانية، حصل اشتباك أمس في الشركة الصينية داخل منطقة النرانب، وأسفر عن اشتباك استشهاد أحد أفراد سرية خالد بن الوليد والقوات المساندة لها، وعدد من القتلى في صفوف المجموعات الإجرامية. ولكن ما زال سريه خالد بن وليد والسرايا التابعه لها محاصرين الشركه الصينيه، وهناك مفاوضات حول انهم يسلموا انفسهم عليهم اللي داخل او يسلموا اسلحتهم يعني. طيب، والوضع هذه اليوم يعتبر ما فيش اشتباكات. طيب،
بالنسبة للمهاجمين الجدد سيد العربي، نعم ما فيش، أريد أن أفهم نقطة هامة سيد العربي حول المهاجمين الجدد، يعني بعد هدوء حذر قرابة يومين الآن هناك اشتباكات جديدة، فالمهاجمين الجدد من أين أتوا؟ هل من وراء الحدود؟ موجودين الشركة الصينية هذه 2000 وحدة سكنية موجودين، حتى لما صار الاشتباك الأول طلع لهم دعم، يعني الاشتباك الأول صار في الصحراء في عمق الصحراء طلع دعم من الشركة الصينية هذه ودعم الشباب المجموعات الإجرامية اللي موجودة في الصحراء، بحيث أن سقطوا عندنا 10 شهداء، فالشركة الصينية هذه تحوي العديد من المجموعات الإجرامية. لما طاردوا الشباب السرية والقوى المساندة طاردت العصابات لخارج الأراضي رجعت وطوقت الشركة بحيث أنهم يتابعوا المجرمين اللي موجودين الداخل، فحصل الاشتباك بالأمس ونتج أسفر عنه استشهاد أحد الشباب. نعم، هنا سؤال يعني يكمن، يعني كيف رجعت هذه المجموعة أو هي متمركزة سابقا في هذه المنطقة؟ متمركزة، هي منتشرة في الجنوب بالكامل كما حكيت لك، هي مش قاعدة في مكان واحد، هي منتشرة في الجنوب بالكامل موجودة في جميع المناطق، ولكن اللي صار ان مجموعة منها اللي صارت معها الاشتباك في البداية في الصحراء، وبعدين المجموعة الثانية هي موجودة في الشركة الصينية، وتم حاليا يطاردوا فيهم الشباب، يبي يطهر المنطقة بالكامل منهم يعني معاش. نعم، طيب بشكل واضح سيد العربي، يعني هؤلاء المرتزقة يعني التي تمارس الأعمال الإجرامية هم نفسهم المرتزقة الذين تم استخدامهم سابقا من قبل أطراف سياسية بعينها داخل الجنوب؟ نعم هم شاركوا في عمليات داخل الجنوب. للأسف يعني إمكانيات الشباب ضعيفة جدا أمام القوة اللي عندهم، أسلحة حديثة وعندهم سيارات مصفحة وعندهم دعم قوي جدا يعني، ما وإحنا للأسف لا يوجد دعم، حتى ناشدنا الحكومات ولكن للأسف لحد هذه اللحظة لا يوجد دعم، يعني حتى إمكانيات الشباب إمكانيات بسيطة جدا يعني. نعم، أصبح المواطنين يبيعون في أرزاقهم بحيث أنهم يدعموا الشباب بالأسلحة وبالذخيرة وبالوقود وبالغذاء نعم، في المقابل هناك من صرح وأعلن بأن هناك قوة تم تشكيلها كدعم للعملية في المنطقة الجنوبية، هل وصلكم شيء بالخصوص؟ والله سمعنا احنا عبر الإعلام أن هناك قوة حوض مرزق وشكلوا لها غرفة عمليات، ولكن ما تواصلوش عمل المجموعة اللي موجودة فيه، ما أعتقدش فيه تواصل. نعم، طيب بالنسبة الآن من يدعم الشباب والأهالي؟ كلها مجهودات ذاتية يعني أهالي المنطقة وقبائل فزان بالكامل تنادت، ونشكرهم من هذا المنبر، اليوم يسطرون لحمة وطنية داخل فزان، فتنادوا أهل فزان بالكامل ومؤسسات المجتمع المدني الأعيان وكلها تدعم، ولكن طيب. غياب كامل للدولة الليبية للأسف. ألا توجد أي مكونات سياسية معروفة في البلاد تشارك في هذه العملية من مجلس النواب من الدولة؟ والله ممكن عمليات فردية يعني، بارك الله فيهم، احنا نشكر كل شخص قام بأي مجهود، ولكن مثلا مجموعة كاملة مثلا أعضاء مجلس النواب بالكامل ما سمعناش عنه الموضوع هذا، أعضاء مجلس الدولة بالكامل ما سمعناش، لكن ممكن النائب الأول لرئيس الدولة السيد مختار أو ناجي مختار وهو رئيس لجنة أزمة الجنوب، هل تواصل معكم؟ هل قدم لكم شيئا؟ والله ما اعتقدش وصلنا، ما سمعناش عن تقديم اي شيء يعني. بالنسبه لي انا ما تواصل معي حد، لكن كان في تواصل مع جهه ثانيه الله اعلم. نعم، اشكرك سيد محمد العربي عميد بلديه الشرقيه، كنت معنا عبر الهاتف. سيد حويلي، يعني الكثير الآن يسلط الضوء حول الساسة وأنت عضو مجلس أعلى للدولة، والكثير يتساءل ماذا قدم أعضاء المجلس الأعلى للدولة لأهل الجنوب في هذه الأوقات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نشكر قناة بانوراما على هذه التغطية الإعلامية، ونشكر جميع القنوات الإعلامية، الحقيقة هناك دعم إعلامي فقط هذا الموجود في على الواقع في المسألة، مشكلة الجنوب. مشكلة الجنوب طبعا مشكلة مركبة وتراكمية، تراكمية لأنها ليست جديدة،
يعني الحقيقة الجنوب يعاني منذ فترة النظام السابق، يعاني من التهريب والحرابة والهجرة غير، ولكن زادت بعد غياب الدولة مركبة، لأن التركيبة السكانية والتركيبة وبعد الأحداث ثورة 17 فبراير صار هناك انقسام تركيبي حتى في الأسرة الواحدة، فهذا زاد أعطينا بالله بعض الشيء. ولكن الحقيقة غياب الدولة نتيجة لما حدث في الجنوب، يعني حدثت عدة معارك في الجنوب الحقيقة من 2012 و2014 وتوها 2018، يعني صارت صدامات، الدولة كانت ضعيفة، يعني حتى هذه اللحظة الدولة لم تتماسك بالقوة بسبب عدم وجود قوة عسكرية. رأينا التغيير اللي صار في تونس، المؤسسة العسكرية بقت كما هي عليه. رأينا التغيير اللي صار في مصر، المؤسسة العسكرية بقت كما هي. في ليبيا المؤسسة العسكرية انقسمت، يعني في جزء منها من هذه المؤسسة كان مهمش في عهد حكم القذافي، يعني الجيش في ليبيا انقسم إلى قسمين، يعني حقيقة هذا الشعب الليبي يعرف هذه العملية هذه. فلم تشكل قوة حقيقية عسكرية لبناء الدولة الليبية منذ 2012، كانت في فرصة في 2012-2013 لتشكيل القوة العسكرية لحماية الحدود، لكن للأسف لم تشكل. المرحلة طيب حاليا أظن على المقاطعة، ولكن كل هذه الأسباب متعارف عليها، الانقسام السياسي الانقسام العسكري أدى إلى تفاقم الأزمة في الجنوب. الآن نحن أمام وضع الكثير لا ينكره الآن في الجنوب الليبي، اشتباكات مسلحة، هناك عصابات إجرامية يعني تمتهن الحرابة والابتزاز لأهل الجنوب، وأهل الجنوب الآن منفردا، يعني نعم. لا أحد معه لا من الساسة ولا من المؤسسة العسكرية كما يقول الكثيرون. نعم. سؤالي الآن موجه يعني لحضرتك كعضو مجلس أعلى للدولة، وهو يعني ليس شخصي ولكنه سؤال يعني الكثير يوجهه لأساسة، أين أنتم الآن من الجنوب الليبي وأين أدعمكم؟ بالنسبة للدعم نحن كمجلس أعلى الدولة على حسب الصلاحيات التي أعطيت في الاتفاق السياسي. الاتفاق نتيجة الانقسام السياسي هذه جزء، هذه طبعا ما حصل اليوم في هذه الأحداث هو مصاحب للأزمة الانقسام السياسي الذي حدث. لا توجد صلاحيات قوية لمجلس الأعلى للدولة إلا بالتوافق مع مجلس النواب. حاليا مجلس النواب خارج العملية السياسية، لم ينضم للاتفاق السياسي بعد، فلذلك الشغل مبتور. نحن ما نستطيع أن نقوم به. سيد حويني، نعم. هل وضع الجنوب الآن يحتاج إلى أن نضمن الاتفاق السياسي لكي ننقذ الجنوب؟ الآن الجنوب في أزمة، ومن المتعارف أنه يتم تشكيل ما يسمى بلجنة الأزمة، يضم جميع كافة مكونات الجنوب، سياسيين عسكريين. عندما تشكل هذه اللجنة وليست لها قوة وليست لها صلاحيات، يعني الحقيقة نحن لسنا تنفيذيين، ما قمنا به تم تشكيل لجنة وذهبت إلى مجلس النواب وذهبت إلى مجلس رئاسي، محاولة إلى حلحلة الوضع في الجنوب، صحيح. ولكن للأسف اصطدمت بالأمر الواقع أن الإمكانيات محدودة، أن الرئاسي لم يستمع لهذه اللجنة. الحقيقة ما تم الرئاسي لم يستمع إلى اللجنة، لم يستمع، يعني هل هناك تواصل؟ نحن طالبنا على الأقل يعني تشكيل تكليف آمر منطقة عسكرية للجنوب، يعني من شهر 2 الماضي طالبنا رسميا بأن يكلف السيد علي كنا بالاسم، قدمناه للمجلس الرئاسي لأن الضباط في الجنوب متمسكين به ويرون أنه ربما يساعد على لملمة الجيش وتشكيل قوة عسكرية فاعلة. وطالبنا أن يتم دعم قوة حوض مرزق وضمها إلى قوة مكافحة الإرهاب، ولكن هذا كأوراق زي الأوراق التي جاءت. الحقيقة ما هو حادث الآن؟ أن المنطقة الشرقية، المؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية ليس لديها القدرة على السيطرة على الجنوب، والمؤسسة العسكرية في المنطقة الغربية ليس لديها الإرادة. إذا كانت هناك إرادة فعلا من مجلس رئاسي بالإمكان تكليف قوة البنيان المرصوص وقوة مكافحة الإرهاب ضمها إلى قوة حوض مرزق، وإمكان السيطرة خلال شهر واحد السيطرة على الجنوب بالكامل، لكن الإرادة هذه ليست موجودة لدى المجلس الرئاسي نتيجة لتخبط المجلس الرئاسي وعدم استعماله للخبراء سواء الأمنيين ولا السياسيين. كان على المجلس الرئاسي أن يستعين
بخبراء لحل قدمت للمجلس الرئاسي ليبيا له على قدم من ذهب. يعني اتفاق سياسي فيه كل الأشياء. بالإمكان برنامج العمل عمل المجلس الرئاسي أن ينطلق من خلال الاتفاق السياسي وتعيين خبراء. لا أعتقد أن من هم على سدة موجودين حاليا في المجلس الرئاسي لهم القدرة على تفكيك ما هو في الاتفاق السياسي والعمل به. يجب عليهم أن يستعينوا بخبراء فعلا جادين عسكريين أمنيين. وأول خطوة لهم حاليا أن يكلفوا آمر منطقة عسكرية الجنوب وأن تدعم قوة حوض مرزق. وأن حاليا المجلس الرئاسي ليس لديه إلا قوتين وهي البنيان المرصوص وقوة مكافحة الإرهاب. بالإمكان استغلالها في هذه الفترة وخلال شهر يتم دعم. سأعود يعني حول هذه النقطة. سيد سالم بخزام، لو تحدثنا عن الدور السياسي والدور العسكري أيضا في المقابل، يعني اللجنة العمومية الثانية، يعني هل دورها فقط يقف على اجتماعات مع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، أم هناك تحركات أخرى؟ أولا مساء الخير، أحييك وأحيي كل ضيوفك الكرام، كما أحيي كل المتابعين لقناة ليبيا بانوراما، إذ تسلط الأضواء على المنطقة الجنوبية. أصحح، العنوان الصحيح هو الجمعية الوطنية الثانية. بالطبع نحن في الجمعية الوطنية الثانية كنخب ليبية في المنطقة الجنوبية من الجفرة إلى غات، مرورا بكل هذه المناطق، قد التأمنا في نقاشات في الفترة من 1 إلى 3 أو 4 أكتوبر. وكما تعلم ويعلم المشاهد الكريم بأن النخبة مسؤولة عن شيء واحد فقط، هو التفكير العلمي الموضوعي الصحيح، بينما يتصدى إلى الإجراءات التنفيذية لهذا التفكير المختصين في تلك المجالات. وبالطبع نحن قد تدارسنا الملف الأمني الذي يقع في أكثر من حوالي 38 نقطة علمية في مجال الأمن تعاني منها المنطقة الجنوبية. نحن كنخبويين أو كالجمعية الوطنية الثانية انطلقت بالفعل من المنطقة الجنوبية وهي تحاكي الدولة الليبية بالكامل. جئنا إلى العاصمة طرابلس والتقينا بالسادة في المجلس الرئاسي. هنا يعني أذكر السيد أحمد حمزة وأيضا السيد يوسف جلالة، والتقينا أيضا اليوم مع السيد ناجي مختار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة. أحييه على حسن الاستقبال والحديث الطيب الذي دار هذا ما اليوم. ما وراء هذا الحديث سيد أود سلم؟ أود أن أقول إذا سمحت لي والمشاهدين الأكارم، يعني عطفا على هذه المناقشات، كنا قد تقدمنا بتصور إذ حدث التناغم بين القيادات العسكرية في المنطقة الجنوبية وبين الرتب العسكرية الكبيرة، وهناك دفع في اتجاه تكليف السيد محمد هريم عبد الكريم بقيادة المنطقة العسكرية في الجنوب. نحن نبحث بغض النظر عن الدعم اللوجستي أو الدعم بالسلاح أو بالأموال عن شرعية. الشرعية هي ما يمتلكها المجلس الرئاسي في تقديرنا، وبالتالي لابد أن يصار إلى قرار يوحد الجهود العسكرية ويوحد المؤسسة العسكرية، ويعني يكلف الأدوات الفنية القادرة على السير في هذا الاتجاه بقرارات من شأنها أن توحد الجهود. اليوم كما ترى في المنطقة الجنوبية يتحرك الجميع في إطار يعني قوة مساندة أو شباب مندفع من المنطقة الجنوبية، من الشاطئ ومن سبها ومن منطقة لبانيس ومن حوض مرزق وحتى من أوباري، وكل هذا يتم في التحرك يعني إزاء البلاد وإزاء أهمية الدفاع عنها. لكن لا يمكن أن تتحقق نتائج حقيقية ما لم يؤخذ في الاعتبار علوم عسكرية وخطط حربية وانتشار صحيح. وربما لو استضفتم كقناة المختصين في الجانب العسكري ستجد تفصيلات دقيقة بالتأكيد ستكون مؤثرة ويتلقاها عقل المشاهد الكريم، لأنها لغة
لغة عسكرية تحاكي الأرض وتحاكي الوجود وتخاطب الأمن في المنطقة الجنوبية. وبالتالي هنا نحن نبحث بالفعل عن في هذا السياق. سيد سالم، تواصلنا مع الجهات العسكرية في المنطقة الجنوبية ورفضوا رفضا قاطعا الخروج وإعلام المواطنين بما يحدث في أهل الجنوب، وهذا للأمانة أنا شخصيا أستغرب من الغياب الإعلامي وتوضيح الحقيقة للمواطن في الجنوب الليبي، كذلك في الغرب، كذلك في الشرق باعتبار ليبيا واحدة. ولكن لو تحدثنا عن يعني الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات، يعني كما قال السيد حويلي بأن هناك إجراءات وكذلك مقترحات قدمت في شهر فبراير لتعيين آمر للمنطقة حوض مرزق في الجنوب، ولكن الرئاسي لم يتخذ أي خطوة استعجالية في هذا الأمر، ووصلنا إلى ما هو الحال الآن. ما الضامن اليوم لكي يتم الإسراع في تنفيذ ما جاء في اجتماعكم مع سيد ناجي مختار؟ يعني هو بالتأكيد ما مضى لا يمكن أن يعود مجددا. نحن نتحدث في الحاضر ونتحدث نحو المستقبل، لأن الأضرار تتعلق بالمنطقة الجنوبية وتتعلق بأن نفقد العديد من الشباب وأن تتم مسائل الاختطاف وأن تتم مسائل يعني مصادرة الأرزاق والاستحواذ على يعني سيارات وأسلحة يعني بمنطقة القوة الخشنة التي تحولت الآن إليها العصابات الإجرامية الآتية من إفريقيا بعد أن استقوت خلال كل هذه الفترة الطويلة. نحن الآن نتوقع بصراحة دفاعا عن الأرض ودفاعا عن الأمن الوطني والأمن القومي في المنطقة الجنوبية أن تتخذ إجراءات، أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي على وجه الإطلاق. أنا أعتقد أن السادة في المجلس الرئاسي أو حتى في يعني المجالات العسكرية لابد أن يستشعروا بأن الخطر أصبح حقيقي وأن الاستحواذ على الأرض واحتلالها يعني هكذا بعبارة واضحة ودقيقة يحتاج إلى القيام بمثل هذه الإجراءات. يعني الموضوع ليس يعني بشكل شخصي، ولكن إن قلت إن لم تأتي يعني متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا. نعم. هذه ربما أستخدمها في حالات أخرى، أوضاع أخرى ليس الوضع في الجنوب. استمعت إلى السيد العربي قال أن هذه مرتزقة استعان بها أطراف سياسية في البلاد، فلما أستخدم هذا المثل أعتقد الأمر يختلف كثيرا عن الأمر في الجنوب. أنا أريد أن أقول أننا يعني نفقد الشباب ونفقد الإمكانيات ونفقد الأرض، وبالتالي لابد من الذهاب في إجراءات قانونية وإجراءات يعني شرعية يمتلكها المجلس الرئاسي هنا كقائد أعلى للقوات المسلحة معني ومسؤول عن الحالة الليبية. هنا أيضا أؤكد وأخاطب أهلي ومناطقنا في الجنوب بأن يعول الجميع على سواعده ويعول الجميع على يعني الذات الشخصية في الدفاع عن الأرض، وهذه أقدارنا. اليوم لابد أن نتصدى إلى هذه العصابات، ولابد أن ندافع عن الأرض، ولابد أن نستشهد، ولابد أن ندفع أثمان مهما كانت باهظة ومهما كانت فاتورة الدم. ولا يمكن تحرير الأرض يعني بمبدأ الاتكال وانتظار الآخرين. أنا أعرف جيدا أن هذا لن يحدث وربما لن يحدث ولن يأتي أحد سواء من المنطقة الغربية أو من المنطقة الشرقية ليموت ويعني يستشهد عوضا عن أبناء المنطقة الجنوبية. اليوم الدعوة جادة وحقيقية إلى الكل لتجاوز الخلافات والذهاب في اتجاه صف واحد وتوجيه البندقية إلى العدو الحقيقي الذي يحاول أن يكتسح الأرض ويصل إلينا مهما كانت الإمكانيات ومهما كانت الظروف. لابد من أخذ هذا الاتجاه والدفاع عن ليبيا وعن حياضها وعن كرامتها وعن شرفها. وأنا أعتقد وأدعو اليوم هنا يعني المجلس الرئاسي ولجنة الأزمة بالانتقال إلى المنطقة الجنوبية والبقاء هناك من أجل إدارة العمل ومن أجل البحث عن خيارات جديدة، لأن بصراحة يعني حكومة المجلس الرئاسي كان يجب عليها أن تخرج في مؤتمرات صحفية وأن يعني تحاكي الناس وتقدم حزمة من الإجراءات ومبررات حتى تفهم الناس ماذا يجري بالضبط. لابد أن أدعوهم إلى الحضور إلى المنطقة الجنوبية والبقاء في المنطقة الجنوبية وإدارة العمل من خلال
خلال التواجد، وها أنا ذا باسم الجمعية الوطنية الثانية أؤكد بأن لدينا عدد من الخبرات والقدرات تستطيع أن تكون في دور المساعد حتى في دور الظل، لأننا لا نبحث عن مكاسب اليوم ولا نبحث عن يعني هذه المسميات، بل البحث هو عن الحياة والبقاء من أجل ليبيا والدفاع عن عرضها وكرامتها وشرفها، ونحن في المنطقة الجنوبية معنيين بهذا النسق. طيب، قبل غيرنا رئيس الجمعية الوطنية الثانية السيد سالم غزام، أشكرك جزيل الشكر، كنت معي عبر الأقمار الصناعية من طرابلس، وينضم أيضا معي عبر الهاتف عميد بلدية الجفرة السيد عثمان حسونة. سيد عثمان، يعني استمعنا إلى تصريحات إعلانات أن هناك قوة مشكلة سوف تتجه إلى الجنوب من أجل إنقاذ أبنائنا هناك، استمعنا أيضا إلى استنكارات وبيانات رأيناها كثيرا تتحدث عن الجنوب الليبي وحول يعني المساعدات التي سوف تقدم، آخرها اجتماع اليوم للنائب الأول السيد ناجي مختار يتحدث عن خطة خاصة بالجنوب، ما الذي تحقق حتى الآن؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتوجه بالشكر إلى مشاهديك وإلى ضيوفك الكرام. نحن ليس محتاجين لمساعدات، إذا كان لفظ مساعدات نحن لا نحتاج لمساعدات. أي حاجة تقدم للجنوب فهي حقوق مشروعة للمواطنين، ما يطلب عليها مساعدات، واللي بيقدم المساعدات يقدم من روحه. بالنسبة للجنوب ما محتاج لمساعدة من حد، الجنوب مصدر الخيرات، مصدر القمح، مصدر الشعير، مصدر الغاز، مصدر المياه، فالجنوب غني، هم اللي محتاجين منا لمساعدات نقدمه لهم، احنا ما نحتاج مساعدات في المنطقة الجنوبية. ليس مساعدات على المستوى الاقتصادي، بالفعل الجنوب الليبي غني وهو ذو مساحة كبيرة وغير محتاج لهذه المساعدات، ولكن نتحدث عن مساعدات لوجستية كدعم عسكري لأبناء الجنوب. يعني السيد سالم بوخزامي يقول بأن هناك اندفاع من الشباب، وهذا واجب وطني على أهل الجنوب وعلى أهل ليبيا بشكل عام دفاعا عن أرض الجنوب، ولكن هؤلاء يحتاجون إلى يعني خبرات عسكرية لكي تضع خطط عسكرية. الآن هناك من يتحدث عن تشكيل قوة لدعم أبناء الجنوب، ما الذي تحقق؟ القوة موجودة والدعم موجود، تلاحم أبناء جبو وأبناء فوز نرزق وأبناء الحساونة وموجودين كخبرات عسكرية، موجودين كقيادات عسكرية في المنطقة الجنوبية، والآن العمل ساير على قدم وساق، والإمكانيات تصل تباعا من المواطنين والدعم تباعا من المواطنين من شرق ليبيا وغربها وفي الزحم بالكامل، الدعم يوصل والخبرات موجودة والقيادات العسكرية موجودة. سيد حسونة، لكي أفهم أكثر، يعني الدعم موجود، هل تقصد من أبناء الجنوب في حد ذاتهم أم من الدولة؟ من أبناء الجنوب، احنا نعول على الدعم الشعبي الآن، الدولة هذا شيء الموضوع ليس جديد. هذا موضوع قديم ليش أي قداشتنا، اللي بيجيته والآن ما مش محتاجين لدعم الدولة، دعم الدولة الآن الدعم الشعبي. قتلت الناس، هجرت الناس، انتهت حرمات الناس، اخر شيء حد يعني وصل الامر الى النساء، دفن الناس في الصحراء وجتتهم الدنيا دويهم لم يتمكنوا منهم، هذا شيء غير معقول يا اخي. في ظل 4 سنوات جتت، احنا عندنا غريب لينا موجود بتكون في الصحراء الليبيه، في الصحراء الليبيه تبعد عن 80 كيلو على منطقه، لم تصل رفاته الى الان الى اهله وذويه، يجي تقول لي اليوم بنقدم لك الامكانيات وبنقدم لك الدعم. طيب، في هذا السياق هناك لجنه اسمها لجنه ازمه الجنوب، هل قدمت لكم شيء؟ لجنه ازمه الجنوب ما تقدم شيء، ما في لجنه، ما لنا لجنه ولا هناك لجنه، ما حد يقول لك في لجنه ولا فيه، والله ما في حاجه اقول لك، خذ الكلام الرسمي اللي تسمع مني، انا ماني سياسي، انا انسان خدمي. في ناس صارع على الكراسي وعلى الاموال في ليبيا، لا عندهم ازمه ولا بيديروا ازمه، كان بيديروا ازمه، احنا الازمه ما هي وليده اللحظه يا اخواننا. لا، الازمه لها سنوات، المناطق تعاني في المجاري، في نقص المياه، البلديات تعاني من كل الامكانيات، اللوم يلقى على البلديات، الفشل، ما في حد بيقدم شيء، لو كان بيقدموه قدم في السنوات الماضيه. سنوات مضت والناس تعاني يا اخواننا. الناس طقوا في نساوينها وطقوا في صغارها وطقوا في كرامتها وطقوا في شرفها. احنا تو الان ندور في خدمات، شو الخدمات اللي ندور فيها للناس؟ طلعوا في تخسرها تقول لي خراب،
نعم. طيب سيد حسون، يعني سؤالي الأخير لك وعذرا على المقاطعة، يعني الأزمات متعددة في الجنوب على المستوى الصحي، على المستوى الخدمي، حتى على المستوى يعني التعليمي. الآن الاشتباكات الحالية والاشتباكات السابقة كيف أثرت على الأوضاع الحالية الإنسانية في الجنوب؟ وضع امني غير مستقر، بخوف بامكانيات اللي عندهم البسيطه ومدخراتهم البسيطه، بدل ما يتنقلوا بها ولا يشربوا الوقود ولا يمشوا بها المزارعها، يقعدوا يدفعوا فيها يوفروا فيها في الدعم المجهود الحربي. الناس بتتدبر في امور لتطهير ليبيا وتحريرها، والامور كل هالامور زايده سوء، مع العلم ان الجنوب بلد الخيرات، ابتداء من تمور الصفراء الى القمح الى الشعير الى المياه الى الغاز. طيب وضحت الفكرة. السيد عثمان حسون وعذرني على مقاطعة، عميد بلدية الجفرة كنت معي عبر الهاتف. سيد حويلي، يعني الآن كما استمعت من عميد الشرقية يقول بأن المرتزقة أتى بهم أطراف سياسية، وأنا أني أسلط الضوء بشكل واضح على هذا الموضوع، لأن الموضوع أصبح أمن قومي أكثر من هو مشكلة داخلية في الجنوب الليبي. تحدثت عن اتفاق سياسي وأن مجلس الدولة هي مجرد جهة استشارية، وأن هناك جهة تنفيذية هي من تقوم بتقديم الدعم سواء على المستوى اللوجستي أو حتى على مستوى ما يسمى بإعلان حالة النفير العام. ولكن الاتفاق السياسي في مواده التي اطلعت عليها هناك ما يسمى بوضع استثنائي أو أزمات. الآن الجنوب في هذه الأوضاع، في وضع استثنائي، في وضع أزمة، يحتاج من أساسة يتجمعون سواء من الدولة سواء من مجلس النواب، والتواصل بشكل مباشر على مع الرئاسي والضغط عليه أيضا. طبعا هو بالنسبة لنا كمجلس دولة، الحقيقة الرئاسة مجلس دولة على تواصل مستمر، وفي هذه الأيام يعني حتى ملاحظاتنا تصل إلى الرئاسة، والرئاسة تقدمها للمجلس الرئاسي وطلب يعني نصيحة. وبحكم أن احنا أول عمل للمجلس الأعلى للدولة هو الاستشارة، يعني حتى على الرغم من أن المجلس الرئاسي لم ينتبه إلينا ويطلب منا أي استشارة، نحن نقدم له مجانا هذه الاستشارة على عدة مراحل. يعني لليوم قدمت عدة استشارات بأن يجب أن يكلف آمر منطقة، وأن بأسرع وقت أن يتم احتواء وضم قوة حوض مرزق. قوة حوض مرزق هذه قوة يعني ضاربة، جاءوا من حوالي 3 أشهر إلى طرابلس الأمراء متعينهم على أساس يلتقوا بالمجلس الرئاسي ويحصلوا على الدعم. للأسف هل الجنوب الليبي يكتفي بهذا فقط؟ لا. يعني طيب ما الخطوات الأخرى؟ يعني أنا أستغرب صراحة سيد الحويلي عندما يعني أسأل، ليس الموضوع مرتبط بك أبدا، ولكن أسأل أي شخص سياسي يقول نحن نقوم بخطوات، ومن يعيش الأزمة بالفعل يقول لا توجد أي خطوات، لا توجد أي شيء. حتى هذه اللحظة الجنوب معتمد على نفسه، لا توجد إلى دولة متى؟ إلى أن إن شاء الله. طبعا هو نحن نحاول إن شاء الله. إلى متى يعني؟ لمتى؟ لا 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 أستطيع أن أجاب هذا السؤال. صعب هذا أن تجاوب على هذا السؤال. لماذا صعب؟ لأن ليس بيدي. لو كان بيدي أنا نقول لك إلى أمتى، ولكن الحقيقة هي أبسط منها، سهلة جدا. لو المجلس الرئاسي اجتمع واستمع ونفذ ما طلب وما كتب في الاتفاق السياسي، وخاصة الترتيبات الأمنية، يعني بالإمكان يعني بسيطة جدا بخصوص الترتيبات، يعني هو الخطأ الكبير، الخطأ الكبير على المقاطعة، الخطأ الكبير. لا توجد ترتيبات أمنية بمعنى كلمة ترتيبات أمنية إلا إذا كان الاستقرار من الجنوب. هذا هو جزء من الترتيبات الأمنية، إيقاف إطلاق النار. أول نقطة في الاتفاق السياسي هي إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، حتى هذه اللحظة لم يرى أن يعمل عليها. الحقيقة عندما تم الضغط على الرئاسي لكي يقوم بتكليف آمر منطقة عسكرية، قال بالحرف الواحد لا أريد أن أصطدم بالمؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية. ونتيجة للانقسام، المؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية لا تعترف بك كأنت كجسم رئاسي، يجب أن تنتبه إلى الأرض التي لديك وإلى القوى التي معترفة بك، وأن تصح الوضع، وهو يجب أن يتم
تشكيل تكليف آمر للمنطقة العسكرية الجنوبية، وأن يتم دعم مديريات الأمن في المنطقة الجنوبية بالكامل. هذا هو الصحيح، زي ما قال الأستاذ سالم رئيس الجمعية الوطنية الثانية، أن لجنة الأزمة يجب أن تنتقل إلى الجنوب وتعمل من خلال الجنوب، وهذا هو الصحيح. ويتم دعمها ماليا وماديا ولوجستيا وعسكريا، وكل الأمور هذه بالإمكان حل حالتها. للأسف كانت الأمور في 2012-2013 على طبق من ذهب، أن لو تم تشكيل القوة العسكرية وتفعيل الجيش في المنطقة الجنوبية لما حدث الذي حدث، ورد الماضي محال طبعا. ولكن الحالي بدون تكليف آمر منطقة عسكرية يعتبر عبث. رد الماضي محال يعني، ولكن الآن نعيش تبعات الماضي. نعم. المرتزقة. المرتزقة. من أتى بالمرتزقة؟ المرتزقة. الأطراف السياسية. المرتزقة كالآتي. المرتزقة هؤلاء من فترة حرب التحرير أتى طبعا، هو مرتزقة موجودين، قلت لك المشكلة تراكمية مركبة. نعم. المرتزقة موجودين من فترة حكم القذافي، المعارضة الشهادية موجودة، وكان القذافي يستعملها مرة وابتزها لابتزاز رئيس تشاد، والمعارضة النيجيرية موجودة، والمعارضة السودانية موجودة. حاليا لو سألنا عميد بلدية الجفرة من يسيطر على الجفرة، من يسير، من ماسك البوابات، ربما لا يجاوبك، لكن أقول لك أن العدل والمساواة موجودة حاليا في الجفرة، هي التي في البوابات، وهو تم استعمالها. جاب القذافي العدل والمساواة، جاب المعارضة الشادية، جاب المعارضة بعد التحرير. بعد التحرير سأكمل لك كل ما بعد التحرير. سأكمل لك. سامحني سيد الحوالي، أنا يعني بشكل شخصي كل ما أسأل سياسي يعني يقول لي النظام السابق هو الذي أتى به يعني هذا واقع. هذا واقع. عفوا سيد الحوالي، نحن الآن في يعني موقف آخر. نعم. وهناك أطراف سياسية ما بعد القذافي. نعم. أتت بها. نعم. المرتزقة. دعني أكمل. نعم. دعني أكمل. طيب. جابهم القذافي وبعد حرب التحرير انتهى. بدلا من هذه القوات أن ترجع إلى أراضيها وأن يتم عملها، تم استعمالها نتيجة للانقسام السياسي. كل مجموعة استعملتها. المعارضة الشادية استعملت من القوة الثالثة، واستعملت في حرب فجر ليبيا، والعدل والمساواة استعملت في للآن تستعمل من قبل المؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية. طبعا كانت الهدف من القوة الثالثة عملية تحييد، قالوا نحن استعملنا، هو عددهم 500 شخص، استعملوا على أساس أنهم يتم تحييدهم فقط وأن لا يشاركوا. حاليا بعد الاتفاق السياسي ما الذي حدث؟ بعد الاتفاق السياسي انتهت الحروب في ليبيا، قلت الحروب، أصبحت هذه العصابات الإجرامية ليس لها دخل، لا يستعملها أحد، لأن كل اللي يستعمل فيها كان يدفع فيها فلوس، كان هناك دخل لهذه القوات. حاليا وقف الدخل. ماذا فعلوا؟ بدأوا في عملية الحرابة والاختطاف من أجل أخذ ديات لكي يمولوا. وهذا الشيء جعل أهل الجنوب، هذا الشيء جعل ينتفضوا. طيب بالعقل الأعداد الكبيرة لهؤلاء، يعني هل بالإمكان أهل الجنوب بقلة الإمكانيات أن يدحرهم بالكامل؟ أليس على الدولة أن تتدخل بشكل مباشر؟ نعم، هو على الدولة، هذه مسؤولية الدولة الحقيقة، هو هذه مسؤولية الدولة، ولكن هذا واقع أصبح في أمر الجنوب. لكي ينتصر أهل الجنوب على هذه العصابة الإجرامية يجب أن يتوحدوا في لحمة وطنية واحدة. طيب. وأن يتحدوا بالإمكان هزم هذه. ليش؟ لأننا نحن نقاتل بقضية، نقاتل من أجل الوطن، والذي يقاتل من أجل الوطن ويقاتل من أجل قضية دائما منتصر، ولو أنه بحربة يعني. فأهل الجنوب الله غالب أصبحوا في هذا الأمر واقع، يجب عليهم أن ينبذوا الخلافات وأن يتحدوا ويوحدوا جهود. هناك إمكانية لدحرهم وطردهم. طيب. الحقيقة الفترة الأسبوعين الماضية أثناء الحرب الأولى تم دحر القوات هذه إلى داخل أراضي التشادية ب 150 كيلومتر، يعني بالإمكان دحر. المهم يتوحدوا، لا ننتظر الدولة زي ما قال عميد بلدية الجفرة، لأن الوضع مؤلم وسيء. وهذا ما يجب أن نتحدث، هذا ما كنت أركز عليه سيد الحويلي، وسوف أعود حول الحديث عن هذه النقطة. ولكن قبل الحديث عن الوضع العسكري مع السيد رمضان الشها، وضمن تطورات العملية العسكرية الأخيرة في الجنوب وتطور المواجهات بين قوى أهالي الجنوب مع عسكريين وقوات مساندة لها ضد العصابات المحتلة، ترتيبات في لمساتها الأخيرة لإطلاق عملية عسكرية موسعة أجندتها الوطن وأهدافها استقرار الجنوب وأمنه. نتابع.
كانت اللحظة هذه كل ما تخطر علي توجعني. شن ذنبي أنا؟ شن درت؟ عبارة عن ما أجيب سيارة فكي فيها ولدي، لقى روحي بالعذاب والضرب والإهانة. عندما يبكي الرجال فاعلم أن الخطب جلل وأن همومهم فاقت قمم الجبال. قهر بلغ المدى ترويه أحداث واقع الجنوب المر، ومن رحم المعاناة تكاثفت جهود رجالاته بعد أن تعلموا الدرس الصعب وأيقنوا أن الحل بأيديهم وهم أصحابه، ولا نفع من انتظار حكومات عجزت حتى في التواصل معهم. نبو ما بعد هذه الجرائم، ما بعد الوضع الموجود في الجنوب، ما بعد الظروف الاستثنائية المعيشية الخاصة لجنوب ليبيا، شنو الحلول الموجودة؟ في دولة خمس دول يجوكم الآن قدامكم، أن الناس تجيكم من مسؤولين الدولة هم اللي قرروا مصير الدولة. بعد اندلاع المواجهات المسلحة بين القوات التشادية وكتائب عسكرية عن الجنوب والقوات المساندة لها من قرى ومدن حوض مرزق والشاطئ لنحو 10 أيام، بارقة أمل لا حسنها على عزيمة الرجال القادرين باتحادهم على دحر العصابة المحتلة وبأبسط الإمكانيات، حيث كشف آمر كتيبة درع الصحراء بمرزق صالح قلمه لقناة بانوراما وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق عملية عسكرية موسعة تقودها قوى الجنوب بكل أطيافه من قبائله وقاداته العسكريين والكتائب الأمنية، أجندتها الوطن وأهدافها تحرير الجنوب وتأمينه وإنهاء تهديدات عصابات الخطف والحربة. ووضع للخطة وعاء زمني لنحو 3 أشهر لإنجاز مهامها. العمل هذا إن شاء الله عمل وطني بإذن الله لله سبحانه وتعالى للوطن، مستمرين في عملنا إلى أن يتم تطهير المنطقة الجنوبية بالكامل بإذن الله من عصابات الحرابة وقطع الطرق والعصابات المارقة الوافدة من خارج ليبيا بإذن الله ورجعهم إلى بلدانهم الأصلية. وأكد قلما أن قواتهم تمكنت من السيطرة على منطقة أم الأرانب، وأن الهدوء يعم أرجاؤها بعد تجدد الاشتباكات الأحد بمحيط الشركة الصينية. حول الأوضاع العسكرية معنا عبر الهاتف آمر لجنة الأزمة العسكرية سيد رمضان الشها. سيد رمضان أهلا بك في بانوراما الحدث، ما هي الأوضاع الآن يعني أمامكم من الناحية العسكرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي ضيوف الكرام والمستمعين بالكامل. طبعا وضع في جنوب توا وضع هادئ مع قليل من الحذر. عملية العسكرية الواسعة يعني الآن متوقفة، وفي هذه اللحظة يعني من أمس بدأت عملية أمنية صرفة طبعا لتأمين المنطقة، ولا أستطيع أن أخوض في تفاصيل العملية، ولكن هي عملية تتبع لآثار المجرمين وأوكارهم في بلدية الشرقية وحوض بالكامل إن شاء الله. وأمس مساء مجموعة دورية اشتبكت مع يعني إصابة مارقة في وكر خلف شركة صينية، واستشهد على أثرها يعني الشاب محمد زلاوي من كتيبة درع الصحراء القادمة من تجره. والآن يعني بعد مجموعات محافرة قريبة من خلف الشركة الصينية، إما أن يستسلموا إما أن يخرجوا أو يرموا خلف الحدود، لا خيار لهم. والوضع الآن وضع بصفة عامة وضع يعني هادئ يعني في المنطقة مع يعني قليل من الحذر طبعا. أشكرك على هذا الإيجاز آمر لجنة الأزمة العسكرية سيد رمضان الشها، كنت معي عبر الهاتف، ومعي أيضا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس السيد مادي عبد العزيز ناشط مدني ورئيس اللجنة الوطنية الثانية. سيد مادي، يعني هو ذات السؤال، يعني هل نكتفي باجتماعات مع من يمثلون الدولة سواء من مجلس النواب سواء من الأعلى للدولة، أم الأجدر الآن بأن تكون هناك تحركات متسارعة للانضمام لأهل الجنوب؟ أولا أحيي قناة بانوراما والقائمين عليها في هذه الملاحقة الجادة لما يحدث في الجنوب. نعم. في الوقت الذي حقيقة نتحدث هنا، هناك الآن رجال يلاحقون هذه العصابات عبر الصحراء الشاسعة،
المترامية الأطراف تنادوا، والذي جعلهم يتنادون هو حبهم لهذا الوطن ولهذا التراب، ونحن نحيي فيهم هذه الروح الوطنية رغم قلة الإمكانيات وغياب تام للدولة سواء كان في المشرق أو في المغرب. نحن لسنا في حالة نستطيع أن نتحدث عنها بشكل تفصيلي عن ما يجري في الجنوب الحبيب، قصدي العمليات العسكرية التي تدور الآن. هناك عسكريين يستطيعون أن يتحدثوا بشكل أكثر وضوح وأكثر دقة، لأننا نحن نتحرك في هذا الجانب بالجانب السياسي، ونحن وجودنا هنا بخلال طيب الجمعية. الجانب العسكري يعني كان معنا سيد شها وأعطانا تفاصيل عن الجانب العسكري، الآن أريد الجانب السياسي وهو لا يقل أهمية عن الجانب العسكري. نحن في الجانب السياسي الآن في الجمعية الوطنية الثانية حقيقة استدركنا هذه الأحداث وهذا الموضوع في الجنوب وعملنا لفترة طويلة وقلنا في غياب الدولة ما هو الحل؟ ما الذي ينبغي أن نفعله نحن كنخبة أو كمثقفين أو كوطنيين اتجاه الجنوب؟ فكان من ضمن توصياتنا من ضمن أولوياتنا بالملفات التي قدمت هو ملف الأمن، وإذا لم يستتب الأمن في الجنوب فلن تكون هناك دولة ولن يكون هناك استقرار، وستستمر هذه المجموعات في مداهمة المواطنين من خلال السطو والحرابة والوصول إلى بيوت المواطنين الآمنين. فسمعنا حقيقة مع السيد أحمد حمزة ومع السيد ناجي مختار اليوم وتداركنا وتباحثنا طويلا في هذا الملف، ووجدنا حقيقة عندهم الاستعداد لمساعدة الجنوب ومساعدة أهلنا هناك بكل ما أوتوا من قوة وإمكانيات، ولكن يظل التعويل على ضرورة إصدار قرار لحاكم عسكري من أبناء الجنوب يتحمل هذه المسؤولية. ونحن جلسنا مع الفريق فريق هريم وأبدى استعداده حقيقة لتحمل هذه المسؤولية وبكل قدرة واقتدار، وأكد أن هناك لديه القدرة الجنود والمسؤولين الذين يستطيعون خوض هذه المعارك ودحر هذه الإصابات في مدة وجيزة. إذا حكومة الوفاق أرادت المساعدة الآن عليها بالإسراع في إصدار قرار لحاكم عسكري من أبناء الجنوب مشهود له بالقدرة العسكرية والكفاءة المهنية وتلتم عليه كل الأطراف في الجنوب، وهذا هو الحل. لا يمكن أن يأتي حل من أي جهة ما إلا من أبناء المنطقة الجنوبية. نحن نعرف دروب الصحراء جيدا وأبناؤنا يعرفون قادتهم جيدا، وبالتالي هم على هبة السداد في حالة استصدار قرار من المجلس الرئاسي بتكليف السيد هريم وضحت لقيادة المنطقة العسكرية. وضحت سيد مادي عبد العزيز ناشط مدني وعضو في اللجنة الوطنية الثانية، أعذرني على ضيق الوقت وما قلته كان وافيا، أشكرك جزيل الشكر. سيد حويلي، يعني في انتظار قرار وتم تسمية أشخاص يعني ليتولوا مناصب عسكرية وحول المؤسسة العسكرية والحديث عن المناصب العسكرية نحتاج الكثير من الحلقات لكي نوحد أصلا جيش، ولكن ما الذي يمنع المكونات السياسية وكذلك المكونات العسكرية بأن تقف وقفة جادة لأهل الجنوب بصراحة؟ هو بصراحة التدخلات الأجنبية، لأن الانقسام السياسي هو أم المشكلة، المشكلة السياسية اللي واقعة فيها ليبيا. الانقسام السياسي أثر سلبا على المشكل العسكري والأمني، وأثر سلبا على المشكل الاقتصادي، وزادها تراكما على المشكل الاجتماعي. إذا لم تحل المشكلة السياسية والانقسام السياسي بأسرع وقت ممكن وخلال منبركم حاليا، التقارب الذي حدث بين مجلس النواب ومجلس الدولة يجب أن يثمر ويحل الأزمة السياسية الموجودة في ليبيا، وبعدها ننطلق
توحيد المؤسسات وتوحيد الدولة. حاليا كل واحد يحاول أن يستثمر هذا هذه المشكلة وهذا المعاناة. يعني هذه معاناة، استثمار معاناة، هذه جريمة أصلا، وكل واحد يحاول أن يستثمرها للطرف بتاعه. ولكن أنا أعلم زي ما قلت لك بكري أن المؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية والسياسيين الشرقية ليس لديهم القدرة على تأمين الجنوب بالكامل، والمؤسسة العسكرية في الغربية والسلطة السياسية في الغربية ليس لديها الإرادة. يجب أن تكون هناك إرادة قوية، صحيح، بحيث أن تأمل أيضا سيد حويلي أن تستثمر مناصبكم للوقوف لأهل الجنوب. لا، وأقولها صراحة، هناك تقصير للأسف، وأتمنى أن تستثمروا مناصبكم من أجل الجنوب الليبي وهو جزء هام من ليبيا. مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إلى اللقاء.